مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر النهارده. انا لسه واصل قبل الهواء بدقائق، نازل من بيتنا في الدقي الساعه 8، لكن خدت في الطريق ما يقرب من ساعتين تقريبا، في مسافه بتاخد عاده من 5 لـ10 دقائق. طلعت بالتاكسي على كوبري اكتوبر مقطوع، الاخوه الاقباط الغاضبين قاطعين الكوبري والعربيات بترجع بظهرها واللي بيلف يلف، وحاله خناق بقى وعربيات بتخبط في بعض وصراخ وبتاع. على ما قدرنا ننزل خدنا وقت طويل قوي نرجع بظهرنا ونلف عن طريق كوبري 15 مايو. بحاول ابقى كويس، زملائي قاعدين يقولوا لي يعني ما نوترش الناس، بس اللي بيحصل في مصر فيه خطر لا يستطيع احد انه يجمل الواقع. مصر تسير الى منطقة سيئة جدا، منطقة ليس لها علاقة بالثورة، منطقة لا علاقة بينا بهذا الشعب وبسلوكياته، ومحدش يصدق ابدا ان الشعب اللي عمل الثورة العظيمة دي هو اللي بيحصل دلوقتي ما يحدث. وكانت من ضمن المخاوف الرئيسية هو حدوث فتنة او صدام ما بين المسيحيين والمسلمين ابناء هذا الوطن، لكن اللي حصل في ميدان التحرير طمنا وحسسنا قد ايه اللي بيحصل في مصر ده شيء عظيم. القداس يقام في ميدان التحرير، والصلاة تقام في ميدان التحرير، ويدا بيد، وعمر مكرم المسلم جنب المسيحي نايم، لكن يحصل اللي بيحصل ده يبقى ما حدش بيحب البلد دي، ما حدش يكلمنا عن اي حاجة تانية، مش ممكن نحب البلد دي ونعمل فيها كده. مفيش حد كسبان، اللي كسبان يقول لنا، اللي ليه مطلب ويقول لنا هطلع منه كسبان، الكل خاسر، الكاسب فيما يحدث الآن خاسر مزيد من الخسائر والصدام والكراهية وتعريض حياة للخطر وبلطجية وإضرابات. علاقة ده بمجتمع عمل ثورة نظيفة سلمية طاهرة شريفة وبيتنقل أصابع في أصابع، من بره من جوه، قفلوا النظام قديم وارد، ما في الثورة لازم ده يحصل، لكن ليه توصل مسألة مسلمين ومسيحيين؟ إخواني المسيحيين وأنا داخل دخلت في وسط الجموع وقفوا يتكلموا معايا، عندهم حالة احتقان وغضب، بيقول لك نفس اللي حصل مع الثورة، الناس ما اتعلمتش حاجة، ردود الفعل بطيئة. قعدت أناقشهم في حاجات تمت بالفعل وخطورة اللي بيحصل ده إيه، لكن هم غضبانين ومش حاسين بأمان. النهاردة أنا شايف بيان بيقول إن كل الأهالي عادوا ما عدا ثلاث عائلات حتى الآن. النهاردة هيكون معايا ناس من قلب القرية، مسيحيين ومسلمين وبينهم أصدقاء، علشان نحاول نتكلم، لكن المسألة وصلت إلى حالة من التشنج والغضب والعناد. النهاردة خرج مجموعة من أهلي وإخواني المسلمين رافعين لافتات أمام مجلس الوزراء وأمام مبنى القضاء العالي عند مكتب النائب العام، بيطالبوا بالكشف عن مصير كاميليا، وبيقولوا بالروح بالدم نفديك يا إسلام، زي ما الإخوة المسيحيين بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا مسيح، وأنا نفسي الاتنين نقول بالروح بالدم نفديك يا مصر، ما هي مصر هي المسيح، هي الإسلام وهي المسيحية طول عمرها، فإيه المانع أن احنا نفدي وطننا ونتنازل قليلا، لأن دي نوعية من المشكلات. إذا كنا بنتكلم على أننا يجب أن نتحمل أزمات اقتصادية لأن دي ثورة كبيرة وده شيء طبيعي، وإذا كنا نتحمل الانفلات الأمني بسبب غياب الأمن علشان الشرطة حصل لها انهيار وبدأ يكشف فيها عورات ومحتاجة إعادة تأهيل وعايزين نطمن إخواننا في الشرطة ولازم ينزلوا الشارع تاني، فممكن نتحمل البلطجة ونتعامل معها ونطالب بلجان شعبية وننزل، لكن الدين مفيهوش تهريج، الدين بيوصل الناس للآخر، وأي شخص مسيحي على استعداد يموت في دينه، وأي شخص مسلم على استعداد يموت في دينه. طب ما احنا مش متعارضين، احنا في طلبات. هو انتوا شفتوا كل طلبات الثورة اتحققت؟ ما الثورة لها طلبات كتير ومشروعة ولم تتحقق لسه وبنطالب بتحقيقها. ايضا الاخوة المسيحيين لهم مطالب،
وهتتحقق وفي أيام، لكن أنتصر الأمور. النهاردة في منشية ناصر وطريق الأوتوستراد خرج مجموعة من الأقباط وقطعوا الطريق شوية، الإخوة المسلمين عرفوا فطلعوا عليهم وحصل اشتباك وضرب نار، رصاص شغال هناك، ما البلد مليانة أسلحة، مليانة آلي ومليانة مسدسات ومليانة سلاح أبيض، فبقت معركة. صحيح اللي جاي لي خبر عن القوات المسلحة بتقول إنها نجحت في السيطرة على المناوشات اللي وقعت بين بعض الشباب المسلمين والمسيحيين في منطقة المقطم، لكن في ناس لسه هناك كتير، في تجمعات كتيرة جدا، وإحنا قاعدين نستنزف القوات المسلحة استنزاف لا نريد أي تصادم أو احتكاك. يا جماعة ده الدرع الأخير، إحنا على اللحم، إحنا الطبقة الأخيرة في جسم مصر بقت مكشوفة وعريانة، اللي حاميها جهاز المناعة بتاعها هو جهاز القوات المسلحة. فلما يبقى مطالب انه يحافظ هنا ويحافظ هنا ويحافظ هنا ويطبطب هنا ويستحمل التجاوز هنا، وحد ممكن بخطأ يصيب جندي او ضابط فيستفز زمايله، واحنا عارفين العسكرية المصرية فيها احساس بالشمم والاحساس بالذات، وده احساس جميل لانها مؤسسة عريقة، فنقوم يحصل تصادم فيبقى بنتكلم عن ان الجيش بيصطدم بالشعب بعد ما ضبط نفسه وضبط نفسه كل هذا الوقت واستطاع أن يمر بالثورة بسلام ويحافظ على مصر، وقلنا خلاص المسألة بدأت تنفرج، نوصل لده إزاي؟ مين بيحب مصر يعمل ده؟ لو حد بيحب مصر يقول أنا، ويقول إزاي بيعمل ده؟ جاي له قلب يعمل فيها إيه؟ وهتكسب من مين دلوقتي؟ هتكسب من المجلس العسكري، المجلس الأعلى، ولا تكسب من الحكومة اللي لسه جاية جديدة جالكوا رئيس الوزراء امبارح، ولا هتكسب من المسلم اخوك؟ والمسلم هيكسب من مين؟ على حساب اخوه المسيحي؟ ما اعتقدش. مش فتنه، لكنها تصنع الان فتنه. في رسائل شغاله على النت، جحيم جحيم شغال بعيدا عن موقع رصد اللي قاعد يقول لك في مصر ستشهد اغتيالات وتفجيرات خلال الايام القليله القادمه، عمليه اثاره لازم ناخد بالنا. رسائل بقى في كنيسة اتحرقت فين، قتلوا مسيحي فين، قتلوا اتنين مسلمين، هيحرقوا جامع، عملية تهييج لا يوجد اصل. الصور دي ايه يا جماعة؟ ده كوبر اكتوبر. لا كوبر اكتوبر ازاي ده؟ ده لقطات من على اليوتيوب بس لانها متكبرة قوي فباينة ضعيفة قوي. فالناس في حد قاعد يولع في المسألة، فلو النظام بقى ظباط قدام جن ازرق انا مالي، المهم البلد اللي يتمسك يعني ما نشوفوش تاني، مش عايزين نشوفه، لكن البلد بتضيع يا جماعه، بلدنا بتضيع والله العظيم، بلدنا ملناش غيرها، ما عندناش لا بيت تاني ولا ارض تاني ولا وطن تاني ولا هنعرف نهرب. النهارده بمناسبه الأوراق بتاع أمن الدولة الذي يطلق عليها البعض وثائق، جريدة الشروق نشر خبر بتتكلم عن ضبط مجموعة بتزور أوراق، جايبة الورق الأصل اللي محروق اللي لقوه في أمن الدولة، وصنعوا ناس، لا دي غيرها، ناس عن طريق ضابط وعضو في الحزب الوطني وما قالوش الأسماء وأتمنى أن نعرف الأسماء، بيزوروا أوراق للتشكيك في شباب من الثورة وشخصيات عامة علشان يهزوا الثقة وتنزل على إنها وأخبار من أمن الدولة فيضرب لك الناس في بعض. دي أول واحدة علشان نقول، والشروق والعديد من الصحف تعاملت باحترام شديد، هي والمصري اليوم والأخبار كم جريدة كده، والأهرام محدش نشر فضايح وخدوا قرار انهم ما ينشروش اي اوراق تسيء الى حد، ونفس الامر حصل على جروبات وعلى مواقع، موقع الفيسبوك، ناس وشباب كتير قالوا مش هننشر ده، ونجدوا الناس انهم ما ينشروش حاجات تخص اسماء او خلافه، لكن الاهم هي فكره ان هناك اوراق مزوره ومضروبه لدرجه على موقع عاملين ورق بنفس الختم، سايب الختم وعاملين بالفوتوشوب
وكاتبين عليه بيانات زي ما هم عايزين، وجم في الاخر قال لك خد بالك ده الاصل المحروق واحنا ضربنا الورقه وعملناها بالشكل ده، فاللي هيشوفها هيتعامل معاها انها ورقه من امن الدوله. فكل الموجود ما تصدقوهوش، ما تصدقوش حاجه، ده ورق مغرض. حتى الحقيقي منه مجموعه تحريات لضباط كانوا بيقوموا بدور الله اعلم كان الدور ده ايه واهميه اللي كانوا بيجمعوه ده هيفيد في ايه، لكن في النهايه لا توجد شيء له قيمه، ما هياش ويكيليكس. ويكيليكس بتطلع معلومات حقيقيه ومخاطبات بين الدول، لكن دي جهاز ضابط بينزل يجمع تحريات يسال محمدين هو خيري كان متجوز في السر، اه كان متجوز واحده اسمها فاطمه، مش اي كلام في اي حته ويطلع انا مش متجوز. دي الوثيقه الملفقه الكاذبه زي ما انتم شايفينها كده، طبعا شكلها حقيقي وعاملين زي ما تكون محروقه وكل حاجه في الدنيا، وهم الاصدقاء والناشطين اللي على الفيسبوك هم اللي قالوا ان خدوا بالكم دي مضروبه. انا مش هرغي كتير عشان ليس لدي طاقه ولدي امل في ان العقلاء في مصر يلحقوها علشان المستقبل، علشان نبقى بنكمل الصوره اللي هزت العالم وخلته يبص علينا فرحان، اللي خلت الناس كلها تراجع نفسها وتدخل جوه هذه الصورة وتبقى جزء منها علشان نبني وطن مش نغتال وطن. بعد الفاصل عندي باقة من الأخبار هقول لكم إيه اللي بيحصل في مصر، ثم مفترض معايا المهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الذي استمر 10 أيام فقط عشان أعرف بس تجربة وأقدم لكم تجربة وزير خلال أيام، هو دخل وزارة ليه وخرج ليه وانطباعاته إيه، وشاف هل يا ترى لحق يشوف ملفات فساد داخل الوزارة، هل شاف في أخطاء، كيف يرى المثقفين خلال أيام قليلة جدا. بعدها هيكون عندي ثلاثة من السادة الوزراء في الحكومة الجديدة، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية، لأن المحليات واحنا بنتكلم عن الفساد هي الجزء الأكبر في الحدوتة، ودكتور عماد بدر الدين ابو غازي وزير الثقافه الجديد، وهو واحد من المثقفين وكان يشغل منصب رئيس المجلس الاعلى ومن الشخصيات التي تحظى باحترام كبير في الوسط الثقافي المصري. وهنفتح تليفونات نسمع اسئله حضراتكم فيما يخص الوزراء الثلاثه او الوزارات الثلاثه. بعدها والفقره الاخيره هتكون معايا اربعه من اطفيع من قريه الصول سول، أنا آسف، هنحاول نلم وهنحاول نسمع، ربما المحبة هي المية اللي بتطفي نار الغضب ونار الكراهية، وأعتقد إن الثورة كانت قادرة على ده. حازم منير قبل ما أدخل قاعد يقول لي يعني يوصيني ويقول لي طالب شباب الثورة اللي عملوا الملحمة العظيمة دي إنهم يمدوا إيديهم للبلد ويقدموا مبادرة ويخرجوا ويجمعوا بين الاتنين، لهم أصدقاء في كل مكان، يطلعوا يلحقوا البلد زي ما لحقوها قبل كده يلحقوها دلوقتي تاني. وهو أنا نقلت رسالتك، وعايز أقول لحضراتكم أنه بكرة يوم 9 يوم مهم، هو يوم الشهيد عبد المنعم رياض، وكانت هناك مطالبات عديدة بتقترح أن يكون يوم الشهداء، وهو هيكون حسب علمي يوم الشهداء. كنت يعني في على اتصال بأحد قادة القوات المسلحة في طرح فكرة أن يكون يوم حداد بناء على رغبة بعض الشباب والأصدقاء، فقال لي الشهداء ما لهمش حداد، الشهداء لهم احتفال، الشهداء ما لهمش حداد، احنا هنحتفل بالشهداء بكرة هيوافق يوم 40 بتاع شهداء الثورة اللي ماتوا يوم 28، فهي مناسبة ان احنا جميعا نقرأ لهم الفاتحة وندعي لهم ونصلي لهم في الكنايس، وكل واحد يعرف يعمل حاجة حلوة علشانهم وعلشان هم ماتوا علشان البلد دي تبقى أحسن مش تبقى أوحش. بعد الفاصل نلتقي.